طبعا متسلل، ما متسلل. اوه هدف عكسي. طيب اليوم نكمل المهنة طبعا في حلقة اليوم او قبل حلقة اليوم. في الحلقة اللي فاتت شفتونا ان خلصنا الموسم ولعبنا نهائي دوري ابطال اوروبا وذا الاشياء، فيعتبر من الحين دخلنا الموسم الجديد من حلقة اليوم. اليوم بلعب كاس العالم ان شاء الله، فهذه مجموعتنا في كاس العالم، فاتوقع اني ممكن ما العب الا ضد تشيلي، بعدين ندخل لو تأهلنا ندخل على مباراة ربع النهائي نصف النهائي والنهائي. ابسوي ذي محاكاة الصراحة لاني احسهم فريق ضعيف، يعني اتوقع انه بيفوز ان شاء الله. اوكي 1-0 وبالدقاق مارسيال دخل يسجل بعد. اوكي المباراة الثانية بتكون ضد تشيلي، هذه اللي بلعبها ضد تشيلي. اوكي في تعاقدات جديدة بتكلم عنها، بس خلونا نخلص كاس العالم. فتعرفون اني ذا السنة اصلا انا جايب دوري ابطال اوروبا، فلو السنة ذي حقتي اجيب فيها كاس العالم دوري ابطال اوروبا والله بصير شيء خرافي يعني. والله على الجو، شمس. جرب مبابي لاعبنا الجديد، ما معهم الا سانشيز، هذا اللي عرفت لين الحين، بس سانشيز. لا إله إلا الله لقمنا، يا ساتر يا ساتر على دفاعنا. أريولا تكفى تكفى، لا بلنتي بالله تكفى، قل لي إنها لمسة يد، بالله لمسة يد صح؟ لمسة يد شفتوا؟ لمسة يد فاران حسبها. تذكرون يوم تقولوا لي إنك مطفيها من الإعدادات؟ لا أنا ما طفيتها، شوفوا ها 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 ها، هذه وش هي؟ هذه وش؟ هذه وش؟ وقف علينا هدف. شوفوا لمسة اليد فاران حسب بلنتي، بس إذا صارت معك أنت ما يحسبون، بس بلاي ستيشن ما عندهم مشكلة. بلا بس والله صدها حيوان، بس إذا صارت معك أنت يعني البلنتي لك ما يحطها بلنتي. إيش ذا الحكام ذولي؟ طيب يا شباب ممكن نهجم يعني؟ 18 دقيقة بدون ما نوصل المرمى حتى. يا بوي إيش فيه؟ لا الله عليك يا كانتي. اوكي 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 يا اخي امسكها انت جريزمان، الله ياخذ بالراس يا شيخ. بس مشغلنا اذا لعبنا ضد برشلونه. لا لا يا اخي تستهبلون انتم والله جد، يعني ترى تشيلي يعني ايش فيكم؟ شوفوا كيف، شوفوا تمريرات كانتي يا اخي، اشتغل شوي انت، مشغل امنا بالالتيميت تيم والحين ما اطلع يا جريزمان اطلع. ها ها الحمد لله وصلنا الظل. اوه نسيت ابدل جريزمان، والله جريزمان يجيب المرض. مشكلة اني بديت الشوط بدخل مارسيال هجوم وقدرت. اوه تكفو ديمبلي، الله ياخذ. اوه هدف، سمعت صوت العارض انا. اوكي دخلت مارسيال الحين، ان شاء الله يكون افضل من جريزمان واسرع. لا 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 عاد لا عاد لا عاد يا ساتر. اوكي 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 كومان كومان لياقتك راحت يعني. اوه حتحط على مارسيال، يا الله يا مارسيال بعد انت بتكملها تكفى. لا 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 اي كفو كفو اركض، استغفر الله. بس ايش جالسين يسوون ذولي؟ مبابي مبابي يا شباب فيفا ايش جالسين يسوون معي يا اخي؟ حطوا ذا على مبابي، وش السالفه؟ الاحمر ذا اللي فوق. اوكي اوه يا الله تمريرات كانتي غبيه يا شباب مره، يدافع زين بس تمريراته غبيه. اوكي اوكي والله حلوه. لا يا شيخ والله مارسيال افضل بكثير من جريزمان، احس تنشط الهجوم. وانا استغرب من اللياقه يعني يا شباب، احنا من زين لعبنا اصلا عشان تصير لياقتكم زي كذا؟ لا لا عادي. اوكي بوجبا بوجبا انت توك داخل يعني لياقتك جيده. مبابي 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 يا اخي كيف ذا اسرع من مبابي؟ والله شيء غريب. اوكي اوكي بوجبا كانتي مستحيل اشوت في كانتي، عطها مارسيال. يا الله يا الله يا شباب. اوكي الله عليكم، الله على الهدف تيك تاك مدينا، بس ما في لياقه والله، والله اللياقه ما ادري وين راحت صدق. والله اني حسبه بوجبا الحكم لابس نفسنا ذا خير. لا 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 لا
لا تكفلا تكفلا. مندي مندي وين سرعتك يا اخي؟ يا ساتر. اوكي صح عليك ريولا، السلام عليكم يعني. حلو حلو، اترك الدفاع. بابي بابي تكفى تكفى بابي. يا يا اول هدف من بابي. ديمبيلي جيسي اصابه، الله ياخذك يا شيخ. بسوي محاكاه للدنمارك، والصراحه المحاكاه خطيره يعني، ممكن يصير شيء ونطلع، فلازم نفوز ان شاء الله يعني. اوكي 3-0، حلو حلو حلو. اوكي تكملة كأس العالم بتكون في الموسم الجديد، فبجلس يحمل الحين، فبرجع لكم اذا خلص. اوكي توني مقفل التصوير، طلعوا لي مباراة المكسيك، دور 16 بتكون ضد المكسيك. اوكي بلعب زي كذا، دخلت مارسيال بدال كومان، وطلعت عوار دخلت بوجبا. اتوقع كذا افضل شيء ممكن اني العب فيه يعني ذا المباراة. خير خير. شباب انا ملاحظ شيء يعني، اني دائما الشوط الاول اخبص، وبعدين الشوط الثاني العب زين. ما ادري وش الموضوع يعني. يا اخي تستهبل يا اخي. طيب ابعدها براسك، وش ذا الغباء؟ اوكي. مبابي. حكم حكم. يا ساتر يا مبابي. لا لا الموسم الجاي بيكون جلد يا شباب. الموسم الجاي؟ الموسم ذا. مبابي بيكون جلاد معنا بملقا، صدقوني. شباب لا عاد. لا تطور لي الكورة زي كذا. وش في ذا محمد نور؟ اي. ديمبيلي هنا وطلع ذا طلع برا يا شباب، يعني كل اللي في الملعب اسرع من بابي. مش فيهم يحظنون. اوكي ابلع ابلع تحظن. ها لا 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 اوكي حظن حظن. اجلس اجلس في الزاويه اجلس يا ابوي. انقلع انقلع. فاول. شو اللاعب اللي دخلوه؟ خير يا ابوي. كنسل المباراه. حلو 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 حلو. ديمبيلي حلو ديمبيلي. يا ساتر ارجع ورا مبابي. كانتي اي هذه وظيفة كانتي، بس خله ورا وهو بيسوي وظيفته. بوجبا 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 ناول زين. اوكي اوكي يا الله التمريرات تنقطع. اوكي تكفون يا شباب، والله ما ابي اطلع من كاس العالم دور 16 تونا بدري. حلو. لا 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 يا ديمبيلي ما تنشات زي كذا. اشواط اضافية مع المكسيك حلوة حلوة والله العظيم حلوة. اوكي دوبلي مدري شو اسمك. استغفر الله والله جد. وين العب وين؟ اوكي عطها مبابي. اوكي شوفوا ذا فاضي لمار. لا لا الله عليك، هذا اللي احتريه انا، هذا اللي احتريه هذا اللي احتريه. كومون كومون. الله يا مبابي. اوكي انتهت الحمد لله تأهلنا. اوكي البرازيل الحين حتى في تدريبات يقطع الكور كانتي. يا او نيمار لاعبنا بعد. حلو ديمبيلي. ممتاز ممتاز ممتاز. هجمة حلوة الصراحة، بداية حلوة. مبابي شوف السرعة من مبابي. اوكي توقعت اني استعجلت، بس كفو كفو. نيمار وين؟ اوه والله توقعت باخذها. قطع بليسه. لا اوكي سلامات. ديمبيلي ديمبيلي. اوكي الله لا اوكي صح عليك صح صح. الله ياخذكم. اوكي اوكي يا بوجبا يا اسطوره يا ابوي بلد. ها ها ايش جالس يصير؟ تسلل صارت الاخبطه حسب تسلل. الله ياخذ بليسك يوم تتي. فاول الحمد لله. اقول لك انا سجلت هدفين ولا عاد شفت مرماهم ابد. كانتي وين يا ابوي؟ وين الدفاع؟ لا ويطقطق علينا بالانهاء. والله كفو يا اخي فرنسا سريعين. ها ما فيها شيء. موليتاو والله ما تلعب. شوت وش فيك؟ وين يا ابوي؟ والله العظيم الشوته كانت على كومان. ايوه نيمار القلق. لا صح عليك ريولا صح. شباب والله بلعب نيمار ذا اقنعني اني ممكن العب اساسي الصراحه. صفر الحمد لله. المباريات البرتغال واسبانيا وهولندا والمانيا، فواحد من ذا الاربعه بنباريه الحين في نصف النهائي. طلعناهم بالمحاكاه، ما يحتاج نلعب المانيا على النهائي على طول. النهائي ضد ايطاليا ضد ايطاليا يا شباب.
اوكي، بما ان مباراة نهائية فبدخل على طول بالتشكيلة اللي انا احس اني العب فيها زين، وبنخلي كانتي كالعادة قطع خطوط التمريرات ويجلس ورا. لا لا تتقدم يا كانتي. اوكي هذه هي التشكيلة، ان شاء الله نفوز بكأس العالم، والله المباراة بتصير مرة قوية صدق. سخرون ايطاليا، ان شاء الله اصابة، يصاب كل لعيبتهم في التسخين. اوه حاطين تيفو بعد اللي هم حنا طبعا فرنسا. يو شوف الكاس، يلا بسم الله يا شباب، الله على التصوير. ها يمدينا نجيب كأس العالم ثاني لفرنسا 2018 ويكون 2022. ها ها الوار سلام، اصبر ارجع ارجع ارجع. للحين احنا لعبنا افضل طبعا. سويت مصيدة تسلل في وقت غلط. اوكي 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 معليش معليش، سويت مصيدة تسلل في وقت غبي مو بغلط يعني غبي بعد، فلازم انتبه والله صدق. بيلي لا تخسرها تكفى، انت اسرع انت اسرع يا اخي، والله العظيم ديمبيلي اسرع اقسم بالله العظيم، شيء مو طبيعي عاد. كانتي يا اخي كانتي التمرير عندك كم انت؟ 50. حلو حلو، جالس احتريك بس حلو، فهمتني فهمتني. اوه ممتازه ممتازه. ها يا بوي انت حمار انت ولا وشو؟ ايطاليا مقفلين يا شباب، وش الدفاع ذا؟ ممكن تقدمون شوي يعني؟ يا اخي يا اخي كيف تنقطع؟ والله صدق تحس لعيبتي ينشلون. اوكي اوكي حلوه 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 حلوه. ديمبيلي يا اسطوره، اي شوفوا كيف لعبنا، محافظين مستحوذين وانتم مقعدوا في الدفاع. ها خلوكم في الدفاع، ترى انا والله مستانس انهم قاعدين زي كذا. اضغط اضغط اضغط، متسلل ما متسلل. اوه هدف عكسي شباب، انا ايش قلت لكم؟ اذا حطيت الصعوبه مطلق يخلون الذكاء الاصطناعي مع فريقك غبي، يخلونه غبي. شوفوا كيف حطها في المرمى بالضبط، وذكروا لقطه ميليتاو بعد. لا استهبال استهبال، ها فيفا تستهبل علينا، ما سويت شيء تراني. ولمسة اليد اللي صارت في كأس العالم، يعني فيفا في فرق بين المطلق والاسطوري، انهم يخلون لعيبتك اغبياء فتحس ان اللي ضدك قوي. وانتم لاحظوها، العبوا ضد مطلق وشوفوا شلون يصير اللعب، بعدين ارجع العب ضد اسطوري ولا محترف ولا عالمي ولا اي صعوبة، تشوف لعيبتك شلون يلعبون. صفر الحين عشان اصدرك بوكبو. اوف الله ياخذك يا دوناروما. تكفون يا شباب قبل ما ينتهي الشوط. الله يا الله، سجل هدف عكسي في نهائي كاس العالم، اقسم بالله العلي العظيم شيء غبي. والله العظيم هدف عكسي، قفل بس اطلع من ذا المباراه الخايسه. بوكبو بوكبو يا الله، يا ليل بينشب الحين الحارس، والله العظيم بينشب. الله ياخذك يا دوناروما. يا الله مشكلة اللي يقهر ان الاهداف كلها عكسية والله العظيم. يا ساتر يا دوناروما يا ساتر، تستهبل لو ضيعتها يا شو ناشب الام من دوناروما، خليته يثبت. ركنية 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 ركنية، اسمع اسمع جمهور فرنسا. يمدينا 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 ان شاء الله من ذا الركنية يمدي. يا الله اوكي كومان، يا دوناروما يا دوناروما يا دوناروما يرحم امك، خلني اسجل هدف. يا الله اوكي ديمبيلي، بلنتي 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 بلنتي. مبابي تكفى يا مبابي تكفى يا مبابي تكفى يا مبابي. اوه يقطع المباراة يا شيخ، اللي تلعب فيها احسن وتفوز بصعوبة بعد. والله لا اجلس خمسة دفاع انا اوريهم لعب المبزرة ذا، والله لا دافع. وفزنا غصب بكأس العالم غصب. سويت سكيب للتتويج بالله شباب. اوكي خلونا نراجع الاهداف العكسية. شوفوا هدف مندي، ها شوفوا هدف مندي.
حطها افضل من مهاجمهم، يعني لو ضربها المهاجم يمكن يضيعها اصلا. الهدف الثاني عشان ريولا بيصد خلاها تضرب في ذا، شوفوا. اوكي ممتاز، اهم شيء الهدف جاء الدقيقه الاخيره وفزنا بكاس العالم غصب. العموم هذه مهمة كاس العالم وانتهت وفزنا بكاس العالم. هو انا لعبي ما في شيء، بس يعني اذا حطيت انت مطلق يخلون لعيبتك اغبياء والله العظيم. الحين ترجع تراجع المباريات اللي لعبتها انا قبل شوي بتشوف كيف غباء في لعيبتي والتمريرات كلها تروح غلط. اوكي خلصنا كاس العالم، الحين بندخل على ملقى شوي، بس قبل خلونا نحسب كم بطولة جبتها انا كمدرب الحين. هي 3 كاس ملك ودوري، طبعا دوري كان الدرجة الأولى، أنا ما جبت الدوري الأسباني، وعندي دوري أبطال أوروبا واليورو ليج، زاد السوبر الأوروبي، احنا جبنا السوبر الأوروبي، فعندنا 7 بطولات مع ملقا وكأس العالم مع فرنسا. نشيك على اللعيبة اللي جونا، لو تلاحظون ميسي اختفى، أنا ميسي بدلته باللاعب فالفيردي. بدلت ميسي بفالفيردي، يعني ميسي الحين مع مدريد، جانا نيمار، جانا مبابي، ديمبيلي، تريشتيجن، وهذا ما ادري شو اسمه بس انا لقيتك شفته كويس وجبته، وجبت المدافع ذا اللي مع مانشستر يونايتد. يبغى لي مدافع انا سي بي، توديبو اوكي كويس بس انه مو باللي تلعبه اساسي. في واحد كتب لي ممكن تجيب جوميز حق ليفربول، هذا خيار مره ممتاز. ساني الصراحه مو بمره جيد، ممكن نتفاهم مع الحلقه الجايه، ممكن نجيب فينيسيوس ونبيع ساني. فالتشكيله المبدئيه بتكون ديمبيلي، وبيكون عندنا مبابي، اوكي وين مبابي؟ اوكي هذا مبابي، والوسط بيكون فالفيردي وهذا او هذا صح، ونشوف لنا عاد كم لاعب ان شاء الله. من الحلقه الجايه بنبدا بالموسم الجديد، بنسوي تعاقدات، ميزانيتنا 113 مليون. اكتبوا لي اسامي لعيبه تبغوني اجيبهم، الحمد لله جبنا حارس تريشتيجن، فنشوف ان شاء الله في الحلقه الجايه. فبس هذا اللي كان عندي اليوم، اتصل لايك والاشتراك ومع السلامه.